السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج فريكاد من البرامج الأوبن سورس المجانية اللي تقدر تعمل بيه شغل كتير جدا، تمام؟ زي ما هنشوف مع بعض، وهتلاقي إن هو يعني يقدر يشتغل معماري، يشتغل إنشائي، يشتغل ترسم بي 3D وهكذا، تمام؟ مجرد بس إن أنت تيجي هنا وتقول له أنا عايز أغير الورك سبيس بتاعتي مثلا لبارت، تمام؟ هتلاقي الأدوات هنا اختلفت، عكس لما كان مثلا أرك كان بيديني حاجات ترسم، حاجات معمارية. لا، خلينا نرسم مثلا ارك. هقول له مثلا عايز ارسم كيوب، احط لي الكيوب اهوت. اقول له مثلا عايز سلندر، فيحط لي السلندر اهيت. لو انت بصيت هنا هتلاقي ان هو حاطط لي العناصر، اقدر اعمل سيلكت مثلا على الكيوب واقول له خلي لي ده مثلا 13 في 13 في 13، تمام؟ بالشكل ده سهل جدا ان انت تعمل سيلكت وتعدل الحاجة اللي انت عايزها، تمام؟ سهل جدا ان انت تقول له انا عايز اشوف الحاجات من الجنب، من فوق، من تحت، زي ما انت عايز، تمام؟ طيب لو انا قلت له فايل وقلت له انا عايز اعمل سيف، طبعا اول مره بنسيف فبيديني الامتداد اللي هو الفريكاد اللي هو FCSTD. طيب لو قلت له اكسبورت، هتلاقي ان هو بيديني حاجات كتيرة جدا زي او بي جي، زي اوتوكاد، زي دي سي اف، زي البي ام اس بيناري، الدي اي اي، وده كويس لو انت عايز تعمل رندر لحاجة. بيديني في ام، بيديني الاس في جي، بيديني الاي اف سي، فمعنى كده ان هو بيشتغل على البيم. بيديني حاجات للانفنتور، بيديني حاجات للاوبن كاد فورمات او سي اي، بيديني الاوبن كاد اس سي اس جي، بيديني سكاد، بيديني بي ال واي، بيديني بي دي اف اقدر اطبع، بيديني اس تي ال بحيث تقدر تدخلها على مكان سي ان سي وهكذا. فزي ما انت شايف في امتدادات كتير جدا تقدر تصدر ليها الشغل بتاعك.